يا مولانا نعم نفعل الخير حتى وده في آخر لحظة ولا ولو في آخر ولا لحظة مرجو من الخير غير الناظرين غير الناظرين مآلاته ولا أناه، يعني هو إمتى ولا بتاع ماليش دعوة، إنما أنا أفعل الخير اللي هم الناس بقى العوام كده يقول لك اعمل الخير وارميه في البحر، يعني ما تنتظرش من وراه حاجة يعني خالصا لوجه الله. فالنبي اللي بيأمر بالرحمة ويأمر بالرفق ويأمر بحسن الجوار ويأمر بالرحمة للعموم، دخلت امرأة بغي، يا بغي دي يعني بترتكب كبيرة يعني، الجنة في كلب وجدته عطشان فسقته فغفر الله له. الله، طب وربنا يغفر لها ازاي؟ المعصية كبيرة قوي دي كبيرة بالنسبة لأنه هو بيقول لنا ابعدوا عن ده علشان المجتمعات تستمر وعلشان تسعد وعلشان ما ندخلش فيه مشكلات، إنما عنده سهل أنه يغفرها لي، إن الله يغفر ذنوبك جميعا، ما فيش حاجة كبيرة على ربنا. فده مش استهانة بالذنب، ده خلق الرجاء في وجه الله سبحانه وتعالى. فأدخلها الله بها الجنة من الرحمة اللي وضعت. دخلت امرأة النار في هرة، يعني دي دخلت في كلب الجنة لما رحمته، ودي دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. آدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.